من جهة أخرى، أكد محافظ كركوك ركان الجبوري وجود تخوف كبير من الحرائق التي تجتاح الأراضي الزراعية، وأشار إلى ضعف إمكانيات الدفاع المدني في مواجهة تلك الحرائق. الحرائق حالة شاملة في كل المناطق الشمالية من شمال بغداد. أولا، بركة الأمطار في هذه السنة جعلت الأرض أدغالها يعني متصلة، ليس محصورة في المكان الإروائي أو الغير إروائي. فالآن عندما يحصل حريق لا يوجد حاجز بين أرض وأرض. قبل كل هناك لأنه تسقى، فالمناطق التي لا تسقى لا تكون فيها أدغال، فالحرائق دائما تكون محصورة. الآن لا، الآن الحرائق إذا ما احترقت ستكون متصلة. يوم أمس أخرجنا حوالي 6 سيارات إلى مناطق حمرين، قضينا على الحرائق، لكن وجهنا الناس بأن يقوموا بعزل حقولهم بالحراثة، يعني عمل تطويق. اليوم لدينا حرائق في دافوق، أيضا جنوب دافوق لدينا عمل فيه. إمكانياتنا، إمكانيات الدفاع المدني الحالية لا تفي بالغرض، ولدينا كثير من الوحدات الإدارية ليس فيها مراكز دفاع مدني.